سنقوم اليوم باختبار قارب مميز أمير تشينتو كواد، أمير على اسم الورشة التي تقوم ببنائه. تشينتو كطول أقدامه، وكواد أو أربعة أهوى على عدد الكبائن، لا فهي خمس على عدد توابقه، لا فهي ثلاثة. كواد لأن له أربع محركات. فلنبدأ جولتنا إذن من قاعة المحركات. ألم يكن بمقدورهم أن يضعوا محركين فقط كما هو الحال في كافة القوارب؟ لقد ركبوا أربع محركات للحصول على القوة الضرورية لدفع قارب كهذا طوله 30 متراً. طبعاً، لقد كان بإمكانهم اختيار محركات من صنع شركة أخرى، لكنهم أرادوا استخدام تقنية فولفو بينتا بدلاً من المراوح السفلية التقليدية. أما نظام الدفع فيستعمل البود درايف IPS، ولكل من هاتين المجموعتين مروحتان متجهتان نحو مقدمة القارب تقومان بجذب المركب بدلاً من دفعه إلى الأمام. وهناك أربعة بود درايف، أي ما مجموعه ثماني مراوح، عوضاً عن المروحتين أو الثلاث التي كنا سنجدها لو كان القارب يسير بالمراوح السفلية. ما هي حسناته؟ إنها فعالية في الدفع ومرونة في التحريك. هيا نرى. يتطلب تحريك يخت بطول 30 متراً خبرة طويلة. السفينة بهذا الحجم والوزن تميل إلى الثبات، وتلزمها طاقة كبيرة لتحريكها ومن ثم لإيقافها، لأن لها أيضاً قوة دفاع. كيف كان بمقدورهم حل كل هذه المشاكل؟ من خلال نظام الدفع IPS الذي يسير بالجويستيك. على هذه الوحدة لدينا محركان وثماني مراوح غير مثبتة، بل تدور حول محور عامودي كي توجه دفعها لجهات مختلفة عديدة. هاكم النتيجة. إن تحريكها أمر سهل للغاية. وإذا أردتم، يمكنكم أيضاً زيادة سرعة الدوران. لكن الحركة الأكثر إثارة هي تحريك قارب بطول 30 متراً جانبياً من دون مروحة في مقدمته ولا مروحة في مؤخرته. رائع! انظروا إلى مرونة هذا القارب الذي يزن 85 طناً والسرعة التي تتقدم بها المؤخرة. لقد حدثتكم ما فيه الكفاية عن التقنية، والآن دعونا نرى جمال أمير تشينتو كواد قبل الإبحار. أود أن أبدأ من الطابق الأسفل حيث توجد كبائن الضيوف. إنها أربع، وهي كلها كبيرة وجميلة، وفيها متسع للخزانات وحمام في كل كابينة. تلك الواقعة في مؤخرة القارب أريح بقليل. تصوروا أن هذه النسخة من أمير تشينتو ذات الأربع محركات لديها مساحة أكبر للكبائن مقارنة بالقوارب المزودة بمحركين أو ثلاثة، وذلك لأن قاعة المحركات الواقعة خلف ذلك الجدار هي أصغر على هذا القارب. ومع أنه مزود بأربع محركات، إلا أن هذه الأخيرة أصغر ومنقولة نحو المؤخرة. بالإضافة إلى كبائن الضيوف الأربع، هناك ثلاث كبائن للطاقم، ولكن أين جناح المالك؟ إنه على السطح ناحية المقدمة، ولكي نصل إليه علينا أن نجتاز هذا الاستوديو. ها هو. لقد تركوا مساحة كبيرة حول السرير لجعل المكان ممتعاً للإقامة وليس للنوم فقط. هناك كابينتان للثياب وحمامان. أما الصالون فقد ازدان بزاوية أرائك تتسع لاثني عشر شخصاً، وطاولة الطعام يمكن تكبيرها، ولكن يمكننا بالطبع تغيير التصميم والديكور أيضاً. عندما يكون الطقس جميلاً من الممتع الجلوس في الخارج. ففي الطابق العلوي من مؤخرة القارب أقيمت منطقة طعام وزاوية بار وسولاريوم مع حوض للتدليك المائي. الأرض مكسوة بمادة الفلين، أما السقف فيمكن فتحه.
عند خروجنا من المرفأ ننتقل من الجويستيك إلى الرافعات. لقد بدأنا بالإبحار وبتجربة الأمير تشينتوكواد. إنه يستخدم 4 محركات D13 يمكنها توفير قدرة 900 حصان، ولكن على هذا القارب جرى تعييرها إلى 800 حصان، أي ما مجموعه 3200 حصان. هذه ديزل مكونة من 6 أسطوانات بسعة 12780 سنتيمترا مكعبا ذات ضخ مباشر، كل أسطوانة بأربع صمامات ومضغط توربيني مزدوج الطور. هناك جانب يحوز على إعجابي، إذ يحتوي أمير تشينتوكواد على خزان بسعة 10,000 لتر. إذا ملأتم خزان سيارتكم فسيكلفكم الأمر حوالي 70 يورو، في حين يكلف تزويد الأمير تشينتوكواد حوالي 14 يورو في أوروبا. أرجو أن نقطع مسافة طويلة. مثلاً المحركات تقوم الآن ب 800 دورة في الدقيقة، والسرعة هي 8.5 عقد، والاستهلاك الإجمالي 30 لتراً في الساعة، ما يعني حوالي 4 لترات في المايل أو أكثر بقليل. رائع. ولكن انتبهوا، لأن السرعة هامة جداً للاستهلاك. فمثلاً لقد أضفت الآن عقدة واحدة، أي إننا نسير بسرعة 9.5 عقد، وأصبح الاستهلاك 60 لتراً بالساعة، أي إنه تضاعف بالساعة وازداد الاستهلاك في الميل الواحد، وإن ليس بنفس المقدار، حيث أصبح 6.7 لترات بالميل. لقد تم تركيب زعانف هامفري حافظة التوازن على متن هذا القارب، ومفعولها لا ينحصر بوجود القارب في المرسى للمحافظة على أكبر قدر ممكن من ثباته، بل أيضاً خلال الإبحار كما يحدث الآن. والآن ننتقل من الوضع المستوي، أي عندما يكون القارب متوقفاً والمرساة مغمورة بكاملها بالمياه، إلى الوضع الطافي، أي عندما يبدأ القارب بالارتفاع بسبب الدفع الهيدروديناميكي. هذه النقلة تتم بهذه السرعة تقريباً، أي 12 عقدة. إنها سرعة الانتقال التي يمكن السير بها من دون توقف، وحتى في الليل تقل المخاطر إلى أقصى درجة والرفاه فائق، حيث يمكن للركاب الخلود للراحة. أما القبطان فلا، القبطان عليه ألا ينام ولو كانت السكينة تامة، مع أن هذا قد يحدث له أحياناً. ليست الظروف مثالية، ولكننا بألف خير على متن هذا القارب. أجل، نحن نسير الآن بسرعة 18 عقدة، 18 لتراً بالساعة، يمكننا فعل المزيد. لقد انتقلنا إلى 20 عقدة، إلى 2000 دورة، إلى 21 عقدة، واستهلاك الوقود 20 لتراً في المايل. انظروا، سأرفع السرعة أكثر. لقد بلغت 2200 دورة بالدقيقة، في حين ارتفعت السرعة إلى 24 عقدة، والاستهلاك إلى 23 لتراً بالمايل. لقد ازداد بشكل بسيط. إن فعالية الـ IPS بهذه السرعة فائقة مقارنة بالمحركات السفلية، وهذا واضح تماماً. وبما أن المحركات قد عُيرت إلى قوة 800 حصان، أي أقل من قوتها بـ100، فبإمكاننا أن نحافظ على هذه السرعة لمدة ساعة كاملة من غير أن ترتفع حرارتها. سنقوم باختبارها إذا كان لديكم متسعة من الوقت. إني أمزح، يكفينا أن نتركها على أقصى سرعة لثوانٍ لنكتشف أن سرعة هذا القارب القصوى تبلغ 26 عقدة ونصف بمحركات تقوم بـ 2280 دورة بالدقيقة، تسمح لنا بفضل تعييرها إلى 800 حصان بالمحافظة على هذه السرعة لمدة طويلة، وكذلك بالإبحار لألوف الساعات في العام.
تصرح الورشة بسرعة قصوى أعلى بعقدتين، ولكن عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار بعض العوامل مثل الوقود وهو أكثر من 50% حالياً وخزان الماء المليء، ثم إن بدن القارب والمراوح ليست نظيفة تماماً. 27 عقدة فاصل ثلاثة، نحن نقترب إذن من الرقم الذي قدمته الورشة. Non è così semplice realizzare un'imbarcazione con quattro motori se pensiamo alla complessità. قد لا يكون من السهل تصنيع قارب ذي أربع محركات. إذا ما تأملنا بتعقيدات التركيب وبكل التجهيزات المرتبطة بها، غير أن قاعة المحركات أصغر من تلك الموجودة في قارب ذي محركين أو ثلاثة، أي إن هناك مساحة أكبر للكبائن. إن الأداء رائع كما رأينا، في حين لا مجال لمقارنة التحكم مع أنظمة الدفع التقليدية. في نهاية المطاف تعطيني المحركات الأربع شعوراً أكبر بالأمان، لهذا السبب يعجبني هذا الأمر تشينتو كواد.